فكرة ستاربكس كيف أجتني؟ من وأنا صغير، وأنا تقريبا عمري 10 سنوات، كنت أتابع صفحتهم على الانستغرام، على السوشيال ميديا، على اليوتيوب. فكان عندي فضول وأنا صغير إنه أسافر على ستاربكس. أنا من أجي على الكشك بحس براحة نفسيا، إنه بطلع بنظر حواليني كله ستاربكس، لزقات، كاسات، مرتبانات ستاربكس. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.